تابعين حلقتنا مع فاميلي، وبيسعدني استقبل لارا جلول، معالجة نفسية وأستاذة جامعية، وموضوعنا لليوم هو الانتحار عند المراهقين بلبنان. أهلا وسهلا فيكي معنا. هلو. موضوع دقيق وصعب، وبكل أسف الأرقام بيزيد. الأرقام اللي عندكم هي من عمر 11 ل 25 سنة. مزبوط مزبوط. إذا عم نطلع نحن بين هالأرقام، في عنا 31% من التوفوا هن بين هالأعمار ال 11 ل 25. هلا الأرقام ما زادت من سنة الماضية. سنة الماضية كان عنا أرقام يلي هي 145 أشخاص توفوا من الانتحار. هالسنة صار 139، خفوا بس مش يعني خف الاتصالات على امبريس. سو امبريس نحن كجمعيه عندنا خط الحياه 100 عم نشوف الاعمار. يس. سو هون اذا نطلع في عندنا بين الاعمار ال11 لل25 في عندنا 22%، يعني 31 مراهق اذا بدك توفى من الانتحار. برجع بعيد انه ما زادوا الارقام هالسنه، خفوا الأرقام، بس الاتصالات على إمبريس على خط الحياة زادت من وراء الأوضاع اللي عم نمرق فيها. طبعا الناس عم بتلفن، شو تقول الشباب والصبايا، شو عم بيقولوا؟ سو نحن خط الحياة الأشخاص بدقوا لك كذا سبب، يا بيكون في أفكار عن الانتحار، يا بيكونوا عم بمروا بأوقات كتير صعبة، وهذا الدعم النفسي اللي نحن منجرب نعطيه يعني إذا بدك عم نطلع إنه عن جد عم بخف النسبة من الانتحار بهالناحية. عم نشوف خط الحياة 1564. مزبوط. لكل يلي عنده أي مشكلة نفسية يحب إنه يكون في حدا حده. مزبوط، يعني ضغط نفسي أو أفكار بالانتحار أو خايفين يأذوا حالهم، أو طبعاً هون هيدا إذا بدك call for action، إذا أي من الأهل شايفين إنه أولادهم عندهم عوارض اللي هلأ رح نحكي عنهم، فيهم يدقوا على هالرقم ونحن بنقدر نساعدهم عن شو بيقدروا يعملوا، كيف بدهم يتصرفوا بس يشوفوا المراهق عم بمر بصعوبات. شو المظاهر يلي بتخلينا نقول انه الشخص عايش أزمة نفسية قوية وفي أفكار لإنهاء الحياة عنده؟ هذا السؤال كثير مهم. سو نحن إذا بنطلع في عنا كذا إذا بدك بوينت بدنا نشوفه. إذا المراهق عم علاماته عنا دروب، يعني علاماته كانوا شيء وصاروا أقل بكتير. إذا المراهق عم بياكل أكتر بكتير أو أقل بكتير. إذا المراهق بطل بده يشوف أصحابه عائلته، ما بده يروح على المدرسة بس بده يقعد بأوضته، يعني كل هول العلامات. أو طبعا إذا كمان عنا عنف بالبيت، إذا عنا تروماتيك إنسيدنت، يعني مر بشيء كتير ضايقه لهالمراهق، هول اللي قلنا warning signs، يعني نحن لازم ننتبه إذا عم نشوف هال signs. المؤسف إنه مراهقين يعني بعد ما دخلوا على الحياة، ما اشتغلوا، ما فاتوا على جامعة، يكون عندهم هالأفكار. بعتقد يعني هالمؤشرات صعبة وقاسية. اليوم بتحسي الجيل فراجيل أكتر نسبة لكل اللي قطع فيه؟ يعني نحن قطعنا عم نقطع بالكريز الاقتصادية، بالكورونا، بالانسداد الأفق السياسي، كله هيدا عم يوصل لهالجيل. مش هيك؟ رح اقول لك شيء، انت بلشت الجمله بنقطه كثير مهمه يلي هي عم تحكي عن الامل بالحياه، الجامعه، الشغل، الظهرات، يعني عم تحكي بامل. وقت الشخص يفكر بالانتحار يعني فقد الامل بالحياه. طبعا هو في امل، يمكن انت قادر تشوفه، بس هو لا يفكر بالانتحار، يعني ما بقى قادر يشوف الامل بحياته. فعشان هيك مهم نحن نجرب نذكرهم او نسالهم اسئله عن شو الاشياء يلي انت فيك تشوفها بحياتك تعطيك هالاحساس الامل. اورايت. طبعا الاقتصادي اللي عم نمر فيه له تاثير كثير على الاهل، وهذا بياثر على الاولاد. سو اذا تنقول الاهل عم بمروا بصعوبات، مهم يرجعوا يذكروا الولد بس أنا بعدني قادرة أمنكم الأكل، إذا مني قادر أمن هالمدرسة قادرة أمن مدرسة تانية. يعني بدنا نفرج الولد إنه مزبوط في إشياء تغيرت بحياتنا، بس بدنا نذكرهم على شو الإشياء اللي مش رح تتغير.
يعني الأهل كمان مدعوين أنه يراقبوا أولادهم بشكل أكبر، يجربوا يتواصلوا معهم بشكل أكثر تيفهموا كمان كيف عم بيفكروا، صحيح؟ اللي كمان هون قلت نقطة نحن بدنا نركز عليها، يلي كتير بيصير وكتير منشوف أنه بيجي المراهق لعنا وبيحكي أنه مثل أهلي ما عم بيتفهموني. الطريقة يلي الأهل لازم يتعاملوا مع المراهق إذا عم بمر بصعوبات هو the following، يعني أول شيء بدنا نتفهم، يعني يمكن أنا ما أقبل يلي عم بيتصرف، ويمكن لإلي ما أقبل أنه كتير عم بيتصرف بطريقة منا حلوة لإلي، بس بدي أتفهم من وين جاي هالتصرف، بدي أقول له أنا شايفة أنه أنت عم تمر بشي كتير صعب. بس تقول هالجملة مثل عم بفتح الباب أنه أنا عم بتفهمك وأنت قادر تحكي لي أكتر. بس إذا أنا بجي بقول لك مش حرزينة تزعل على هيك شيء، هالشيء مش رح يساعدنا أبداً، رح يزيد الوجع اللي عم بحسه المراهق، رح يحس حاله أنه أهلي أو الشخص اللي قدامي مش قادر يتفهم عليه، فأنا ليش بدي أحكي؟ يعني ما بدنا نستخف بيمكن الشغلة اللي نحن منشوفها كتير عادية بالنسبة له كتير كبيرة، فما بدنا نستخف بهو كيف عم بيشوف الأشياء، نحط حالنا محله. مزبوط. هلا أنت يعني اليوم يمكن قادر تشوف إنه الحياة إلها كتير معنى بعدين، بس إذا هو قاعد وعم بفكر بالحياة إنه ما بقى إلها معنى وجاي عم بجرب يحكي، تنقول مش رح يتصرف. بس نحن دايما لازم نكون واعيين، يعني إذا حكى عن الانتحار أو الحياة إنه ما إلها عازة وما بقى بدي أعيش، أول شيء أكيد نحن لازم ندق لواحد 5-6-4 لنقدر نعرف شو بدنا نعمل، بس تنقول مش رح يتصرف على هالأساس. وقت يقلنا هالجملة يعني هي is crying for help، عم بيقلنا أنه أنا موجوع، أنا متضايق، أنا عم بمر بشي وعايز حدا يسمعني. وهون بيجي دور الأهل أنه ما يعملوا رياكشن، يعني ما يتصرفوا بطريقة بس أنا عملت لك كل شيء بحياتك وزعلين. عرفت هالجملة ما حتساعدنا كمان عشان كتير نسمعها، فبعرف كأهل أنه رح تتضايقوا وقت تسمعوا هالجملة، رح تحسوا حالكم يعني شو عملت. أكيد ما خص الأهل هون، التأثير هو مثل ما قلنا فيه يكون موضوع أنه بالمدرسة عم بيصير في كتير تنمر، فيكون الشخص عم بيعاني من اكتئاب، من باي بولر، من حتى أو إذا في عنف بالبيت هالشيء له تأثير كتير. طيب في كتير ناس بتهدد بالانتحار أو بيكون موضوع الانتحار علني عندها، هل هالناس تقدم على الانتحار؟ عم بحكي بين المراهقين، يعني هل بتكون عملية لجذب لفت النظر؟ نحن ما بناخذها بهالعين اعتبار، بس المراهق يحكي عن هالشيء دغري نحن لازم نستشير اخصائي. يعني ما فينا نغامر نقول هو عم بجرب يلفت النظر أبداً. عشان لانه ما حدا بيضمن لوين ممكن يروح. مزبوط، هيدي اول نقطه. وثاني نقطه عم بيحكي عم بيقول لك انه ساعدني تفكر بهالموضوع، مثل ما قلت بهالعمر او حتى بعمر اكبر، لو عم نحكي اذا شفتوا الارقام في عنا بال70 وعنا بال50 وعنا بال40، بس الشخص يحكي عن هالموضوع يعني قد ايه حاسس بالم. اكيد. طيب كيف الناس عم تنتحر؟ باي وسيله المراهقين عم ينتحروا؟ في عند حبوب، طلق ماري. هون الافضل انه ما نحكي بالضبط عن ال 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 ways of committing suicide. رح اقول لك شغله، شو الاشياء اللي ممكن تزيد الانتحار؟ اوكي، وقتا نحن نعمل شير على السوشيال ميديا، يعني تنقول في حدا انتحر، وقتا ننزل الرساله اللي حطوها، هالشيء ما حيساعد العالم، ممكن بالعكس تلعب دور سلبي. ليه؟ في شخص يتشجع من الرساله. طبعا كمان نحن اذا بنحكي ليه بتكون مثل تبرير، انه كان عم بفتش على تبرير، يعني هو له مثل ظهر من الالم، من الوجع اللي عم بحسه. كمان في نقطه تانية، يعني اذا انا بدي احكي تنقول عرفنا الشخص توفى، ما في حط انه هالشخص والله قوي وعظيم، وما في احكي بهالطريقه عشان كمان بكون عم بشجع. سو يلي بدنا نعمله انه بحال عرفنا شخص توفى من الانتحار، يلي بدنا نحكي عنه عن الوجع يلي عائلته حاسين فيه، قد ايه العالم رح تشتاق لهالشخص وقد ايه كانوا يحبوا انه يكون موجود معه. مهم كثير اللي عم بتقوليه، مهم كمان الاهل ينتبهوا على وسائل او اشياء موجوده بالبيت ممكن انه تكون عوامل مساعدة من دون قصدهم. أكيد يعني السلاح، الحبوب،
يعني ما يكون في اكسيه لهالمراهق عليه او في اشياء ما لازم تكون موجوده اساسا بالبيت. عشان هيك بس قلت انه قلت جمله وقت المراهق يقول انه انا ممكن اعمل هالشيء، اول شغله بدي اعمله انه شيل هالسكيكين، بدي شيل اذا في عندنا سلاح بالبيت، بدي اتاكد انه نحن عنا سيف سبيس. هيدا أول ستيب. طبعا تاني ستيب أنه أنا يا بدي أخده على المستشفى أو حتى فينا ندق ل 15-46. طيب اليوم مش بس الأهل بيلعبوا دور، المدرسة كمان عندها دور مهم، رفقة هالشباب والصبايا عندها دور مهم. شو دور المدرسة؟ كيف لازم تشوف الأشياء؟ كيف لازم تتابع؟ شو دور الرفقة؟ سو المدرسه هو اذا بنطلع بالنسبه قد ايه الولد بيقضي المراهق بيقضي وقت بالبيت هو كثير قليل، وقت نطلع انه اكثريه الوقت وين؟ بالمدرسه. صحيح. سو المدرسه كمعلمه وكجو كله بيقدروا يراقبوا التلاميذ اكثر، عم بيحسوا هالتلميذ عم بينام اكثر من ما لازم بالصف، عم بيحس حاله مثل متضايق بين اصحابه، عم بيضل لحاله. كمان مثل ما حكينا انه هو الساينز اللي عم نحكي عنه انه عم ياكل اقل بكثير اكثر بكثير، المود تغير تبعه، بيحكوا لنا انه في شيء لازم ننتبه فيه عليه. طيب ممكن مثلا الشخص يعني نحس من تغير سلوكه يعطي دلالة معينة، يعني مثلا إذا بدك الانفصال عن الواقع يعني أو غير عدم الاكتراث لأي شيء، هل هو إشارة لهذا الموضوع؟ طبعا إذا أنت نقول المراهق كان يلعب باسكتبول أوكي وكان يدرس وكان يظهر مع أصحابه وبطل عم يعمل أي شيء من هالأشياء اللي كان يحب أو قادر يعملها، صار يقعد بالتخت أكترية الوقت ويستصعب يروح يلعب باسكتبول أو يستصعب حتى يقوم من التخت، هو لأنه نحن عم نحكي في عنا عوارض مثل الاكتئاب، ما قادر يقوم، بيحس بجسمه أنه صعب يظهر من هالتخت. يعني فعلاً يعني بيكون عيون الأهل 10-10 خاصة بهالفترة الصعبة اللي عم نقطع فيها، لأنه أكيد هي أرضية مهيئة لحالات مش ضروري للانتحار ولكن لاكتئاب الناس لحزنة أو يقصوا حالهم كمان. عشان هيك عم نقول أنه كتير زاد الاتصالات على 1-5-6-4 على إمبريس. طيب بهالاتصالات شو عم بيقولوا المراهقين اليوم؟ في عنا شو المواضيع اللي عم يفتحوها؟ كيف عم بيعبروا؟ من شو مضايقين؟ من مين مضايقين؟ هلأ كرمال هالموضوع يعني مثل ما حكينا هيدا هو الرقم خط الحياة موجود 24/24 الاثنين الأحد السبت يعني كل أيام الجمعة. وكمان عنا سوري بس قبل ما جاوب على سؤالك، عنا شيء اسمه موبايل كرايسيس تيم، يعني تنقول في عنا حالة طارئة، الشخص يا بده يأذي حاله يا عنده سايكوسيس أو عنده خلص ممكن يتصرف بأي طريقة، عنا طبيب النفسي وممرضة بيحملوا حالهم بهالتيم اللي عنا إياه ومنروح لعنده. نعم. خلينا نرجع للسؤال عن شو عم بيقولوا المراهقين بس يتصلوا فيكم. المراهقين عم بيحكوا عن الألم يلي حاسينهم أو مثل فقدوا الثقة بالحياة، ما بقى قادرين يشوفوا مثل ما حكينا عن الهوب، حاسين حالهم بتونال معتم كتير والضو يا بعيد كتير أو ما حتى شايفين أنه موجود، بس طبعا الضو موجود ونحن عشان هيك واقفين حدهم لنقدر نفاجئهم أنه مبلا هالضو يلي عم نحكي عنه موجود ورح نوصل له مع بعض. فبس يتصلوا بيكونوا اول شيء هيدا الشيء كثير بيحكي مثل في بارت منهم بده يعيش بس بارت منهم كثير موجوع، بس البارت منه يلي بده يعيش اتصل وعم بيسال لمساعده. طيب اليوم هالمراهقين انتم ما بتاخذوا اسمهم ولا كيف بتصير الامور؟ هلا نحن كل شيء كونفيدنشال طبعا، يعني ما فينا يعني بنعمل ريسيرش على الموضوع بس ما بيطلع الاسامي ابدا. بس بيكون يمكن في كتار
حابين يتصلوا مضايقين من شيء. نحن كمان بهالحلقه بدنا نستغل الفرصه لكل حدا حاسس حاله مضايق حزين، يمكن ما في مين يحكي ما في مين يفهمه، انه يتصل على 15 64. كرمال هالموضوع حتى كاهل اذا حاسين حالهم ما عارفين شو بدهم يعملوا فيهم يدقوا، شو بيصير اول شيء؟ شو بيصير بس تدقوا لهالرقم لخط الحياة اللي بيصير؟ انه اول شيء بيعملوا مثل انه قدي العوارض، يعني اذا ان اكتف سوسايدال بلان في عنا، اذا عنا بلان، اذا عنا مثل وقت معين هالشيء بيحكي لنا انه هالشخص بخطر. ثاني شيء غير انه بيعملوا هالاسسمنت اذا بدك، ممكن نحن عنا كمان غير الخط الحياة في عنا الكلينكس بامبريس اللي هن فور فري، طبيب النفسي، معالج النفسي، وعنا السوشيال وركر. سو اخر ستيب نعمله انه بنعطيهم الاوبشنز اذا مش بامبريس حسب المناطق اللي انت ساكن فيها. يعني اذا بتقلنا انت ساكن بطرابلس وما قادر تنزل على حمرة لتقدر تشوف اخصائي، يلي بنعمله بهالحاله بنعطيك شو عنا، شو في بطرابلس، مين في طبيب نفسي، مين في معالج نفسي، على هالاساس بيكون اقرب لك ومش صعب لك بقى تنزل على بيروت لتقدر تشوف. يعني التسهيلات كلها موجوده لحتى نكون في عنا فعلا خط للحياه. لارا جلول معالجه نفسيه واستاذه جامعيه، شكرا كثير لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيكي. وان شاء الله نحن بهالبلد ما ينقطع الامل رغم كل الظروف الصعبه، نقول لكل شبيبة لبنان انتو املنا، مش هيك؟ انتو امل البلد وبنشوف فيكم الضوء، فما تفوتوا بتونيل معتم، خليكم ممسكين بالامل. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.